السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم راشد الزعابي من دراجون ماستر الكترونيات. اليوم جايب لكم فيديو شوي مختلف. صراحة شفت فيديو بخصوص موضوع مراجعة RTX 3080 من واحد من الاخوان في القنوات العربية. واحد من المقاطع صراحة زعلني، فقلت خلنا نتكلم عن هذا الموضوع لعل وعسى في حد يستفيد، وممكن ان شاء الله يستفيد حتى الشخص هذا نفسه. شو الموضوع؟ الموضوع لو هو يعني خلينا نقول هو شو تكلم عنك. اول شيء تكلم عن موضوع ال RTX 3080. يا جماعه ال RTX 3080 اقوى عن 2080 Ti، والموضوع كرت خرافي. زين، لعبه مثل فالورانت، اللي لاعب لعبه فالورانت يعرف ان اللعبه تقريبا ما تحتاج جرافيكس بشكل كبير. زين، فاخونا لعب اللعبه هذه، واتكلم ان يا جماعه على 2K اللي هو ريزولوشن 2560 ضرب 1440 ان اللعبه ما تستخدم أكثر عن 30% من قوة الكرت، وعاطلنا كان 165 فريم. زين، هذا هو بسوي غلطة هو نساها. هو ما بتعطيك أكثر عن 165 إذا في حالة واحدة فقط، إذا كنت مشغل شيء اسمه V-Sync، وهذا هو الفيديو اللي بتكلم عنه. شو هو V-Sync؟ V-Sync اللي هو Vertical Synchronization. الشاشة اللي عنده شاشة 165، هذا اللي واضح. فأخونا شو سوى؟ شغل الفيسنج. الفيسنج يوم تشغله شو؟ إذا اللعبة كانت تعطيك فريمات عالية، يعني كرت شاشة مثل 3080 أكيد الفريمات اللي بتعطيه بتعدي 200-300 وتوقع أعلى، خصوصا اللعبة ما تحتاج جرافيكس، لعبة إي سبورت، شباب الإي سبورت يعرفون هالشيء. فاليوم إحنا يوم يكون عندنا الفيسنج هذا شغال، شو يسوي؟ يقلل الفريمات، يحاول يوازي يساوي الفريمات اللي موجودة في الشاشة اللي هي 165 هرتز، ويخلي اللعبة ما تعطي أكثر عن 165 فريم. شو نستفيد من هالفيسينج؟ الفايدة الرئيسية اللي نستفيد منها إن نحن ما يستوي عندنا شيء اسمه سكرين تيرينج، لأن الصورة يوم تطلع، يعني يوم نستويلها مثل ما تقول من فريم لفريم، أظني من تحت لفوق أو من فوق لتحت على حسب، فشو فيه بتلاحظون في خط، خصوصا مع الحركة السريعة في خطوط تبين، فهذا يحاول يثبت الفريمات على أساس إن هالخط ما يطلع عندنا. ولكن اخونا هذا لانه سوى الفي سينك الفريمات ما زادت عن 165، فشو معناته؟ معناته الكرت مو محتاج انه يطلع اكثر عن هذا، فاكيد بيكون الكرت مرتاح ما بيشتغل على كل قوته. فلو لغى الفي سينك المفروض الامور ترجع طبيعيه، والدليل كان انه دائما في الفيديو المقطع اللي هو حاطنا دائما ثابت على 165، هو العاده فاريبل اللي هو مختلف، ممكن يوصل 200 ويرجع ل 90 على حسب قوة الكرت وعلى حسب وايد ظروف. واتوقع اغلبكم يعرف هالشيء، وبنحاول نجمع لكم مقاطع نراويكم بشكل عام كيف الفي سينك. هذا كان الفيديو عن موضوع الفي سينك، واخواننا بعض الاخوان يعني اتمنى انهم يوم يسوون فيديوهات، ما اريد اشكك صراحة بالمراجعات، ولكن يعني لا تاخذون كل الكلام من شخص واحد، بالعكس اي يوتيوبر موجود، اي واحد فني تكلم حتى مع مستوى الاجانب، شو بيقولكم؟ خذوا فيديوهاتي وخذوا 20 واحد وجمعوهم كلهم وابنوا قرار النهائي عندكم انتم. فاذا شفتوا فيديو او خلينا نشوف مراجعه حسيتوا ان كلام الشخص هذا ممكن كلامي انا مش مقنع، عادي تشوفوا فيديوهات عربيه ثانيه او حتى فيديوهات اجنبيه، اهم شيء ان توصل عندكم الصوره كامله وتكون بشكل صحيح. وعادي انا ممكن اغلط، اعطي معلومه غلط، ممكن في شخص ثاني افهم عني يصلح لي اياها، وفي النهايه بهالطريقه احنا نتعلم. فاتمنى ان فدتكم بخصوص موضوع الفي سينك وموضوع ال 3080، ترى فعلا كرت قوي، مش لدرجة ان فولورانت يشغلها على 165 ويريح الكرت. ولو انا كنت بشتري الكرت هذا اكيد ابوي الكرت يعطيني 300 او اكثر، لان الشاشات الحين الجديدة بدأت تنزل على 300 هرتز او 360. فركزوا في الريفيوات اللي تراجعوا اللي تشوفونها، واذا عندكم اي فيديو حسيتوا حابين تشاركونا اياه خبرونا، على اساس بعد ان احنا ممكن نعلق عليه او نعطيكم حتى موضوع ممكن يفيدكم زيادة. شكرا.